نروح للكابتن طارق العشري لماذا انتهت فتره الكابتن طارق العشري مع نادي النصر الليبي بسرعه شوف انا سعيد بالفتره اللي انا تواجدت فيها مع النادي النصر الليبي نادي النصر الليبي نادي كبير واللي شعبيه ويمكن هو حاصل على بطوله الدوري الموسم اللي فات كنت سعيد جدا جدا لما اتصل بي الباشمهندس عبد الرحمن زيد وده شخصيه محترمه جدا هو رئيس نادي النصر وفي بدايه الموسم وجلست معاه جلسه هنا في القاهره واتفقنا على كل التفاصيل وفعلا رحت بشيره العمل في بني غازي وعملت معسكرين هنا في القاهره أوه. يعني كنا عملنا سلسله مباريات متدرجه بشكل كويس جدا شوف نادي النصر طبعا كنت رايح ان هو فريق بطل أوه. ونادي ليه تاريخ كبير جدا جدا وعشان تحافظ على البطوله المحليه خاصة في الدوري الليبي محتاج شغل كبير جدا. صحيح. خاصة للعبة الليبيه اللي محتاجه انها تتطور على الصعيد المنتاليتي. ايوه العقليه وعلى الصعيد التدريبي م -م. وحتى على الصعيد الخططي م -م. وحتى على صعيد تحمل المسؤوليه. وابتدينا نكون فريق كويس جدا جدا وجبنا لعيبه من محترفين جيدين اختر يعني اخترناهم بعنايه بالاضافه للعيبه المحليه تواجدوا وبعدين عملنا معسكرين. معسكرين معسكر في اسكندريه عملنا فيها مباريات متدرجه في المستوى وده الطبيعي جدا كنا بنلعب على احمال يعني اللعيب كان بيلعب بيتمرن 90 دقيقه قبلها بيوم وبيلعب تاني يوم مباراه حي. وده عشان تدي المخزون الجيد اللي انت عاوز تشوفه فيه لما يبدا الدوري النتائج طبعا ما كانتش هي الاهتمام الاول كل الاهتمامي ان انا ازاي اختار من 30 لاعب فريق يمثل نادي النصر عملنا زي ما قلت مباريات متدرجه من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى ودرجه الدوري الممتاز طيب وده طبعا كلها كانت بعلاقاتي طبعا مع مدربين وكانت يعني التدريب بتاعها جيد جدا جدا الاولاد وصلوا لفورمه جيده جدا وبعدين رحنا بني غازي عملنا تجمعات هناك بعدين جينا معسكر ثاني كانت المدرسه المصريه هي المدرسه الوحيده يمكن كل الدوريات بدات كانت المدرسه المصريه هي اللي بدات متاخره اللي هي 30 لسه بدا اول الشهر مم. اخر الشهر قصدي اوائل شهر 11 30 اكتوبر فانا قلت لابد نعمل اعمل في مصر عشان الحق ثلاث اربع فرق من الفرق الدوري الممتاز ممتاز كان في تخطيطي ان انا احتك بالمدرسه المصريه اللي المدرسه القويه هي. اللي هي تديني نتاج جيد على الصعيد المهني ان اللعيبه تكتسب من المدرسه المصريه وقوتها اللي ممكن يعيد بالايجاب ياثر بالايجاب عليهم في الدوري الليبي وفعلا عملت باتفاقات مع مدربين زمايلي كابتن طلعت يوسف انا يعني بشكره يعني استجاب ليا في مباراه فريتشر وكابتن احمد سامي في مباراه سموحه وكابتن محمد يوسف في مباراه حرس الحدود وعملنا ثلاث مباريات جيدين جدا جدا على صعيد التكتيك لكن طبعا صادفني سوء حظ كبير جدا ان انا اكمل للاسف يعني وانا طبعا يعني كنت سعيد جدا ان انا متواجد معاهم ان حصل لي ظروف اسريه صراحه يعني خلتني اتراجع مم. ان انا اكمل في ليبيا كانت ملحه جدا جدا عندي في البيت ان بتتطلب تواجدي في اسكندريه وده يمكن اللي عرضته على المهندس عبد الرحمن والراجل صراحه يعني إيه؟ 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 تقبل الموضوع يعني على مضط. على مضض على مضض اه اللي هو انا هستغنى يعني انا مضطر لا استنى انا واحد من اهم المدربين هيفرق مع الفريق جدا ف... يعني انا الحيت وطبيعه الحاله اللي عندي كانت لابد ان انا الح م. عشان اتواجد في وده يمكن اللي قطعت اللي... وطبعا يعني انا شكرته بصفه شخصيه م. وشكرت كل حتى الاستاف اللي كان موجود معايا الاداريين كلهم و... وقررت خلاص ان انا اعتذرت له حتى من بعد معسكر القاهره مباشره قلت له ان انا مش هقدر اكمل نظرا للظروف الاسريه دي وراجل تقبل رغم ان هم كانوا مقدمين على بطوله هي بطوله عمر المختار اللي عاملينها بطوله وديه لحد الدوري لسه ليه اشعار اخر الله اعلم هيبدا امتى مش عارف فعاملين بطوله هي تجمعيه كده ففضلوا ان هم يجيبوا مدرب تاني في الفتره ديت مدرب تونسي ان شاء الله يكونوا موفقين في الفترة اللي جايه وان شاء الله كمان يقدروا يحافظوا على البطوله اللي خدوها عظيم